مقطع ويسكوز أرقس نساول سميقان المعنى التوحيد دمناو الأقسام الدارت الله أشكو بنادم إغريقا مسلم نغيقا مسلم أتورتي قد أكيني لا إله إلا الله صافي أين تقصد توحيد غيكارنا سيمينس وليس وليسين معنانس أوهو أتي غوادو ليكفا لا بد بنادم لا بد المسلم أي سن معنى التوحيد هذا ما يقال معنى نفسه أشكو أبو جهل اللي قال الرأس كله الكفر أتي السن ما يقال معنى التوحيد غير نفور رتنا أشكو السن ما يقال معنى نفسه فرعون تنتن أتي السن ما يقال معنى التوحيد غير نفور ريك شمس التوحيد اللي تدعى النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. إذا أنا مسلم كل فلسي هرشن يغتيف فرعون يفت أبو جهل لقانين رؤوس الكفر إشقاء مسلم يغتيف نغويد غويد السن معنى التوحيد أم مسلم ورسل معنى التوحيد أنه هو ورديوش كيدو مسلم يغيكا. إذا ما يقال معنى التوحيد توحيد اللغة يقات مصدر وحدة يوحد توحيدا أي يسكر غاية الحاجة يسكر قيسيات يات يات الحاجة وحد الشيء إذا جعله واحدة يسكر قيسيات الحاجة يات وهذا يقال معنى نسخ اللغة ولكن ما يقال معنى نسخ الشرع ما يقال معنى توحيد الشرع وهذا كيقول أي قال المهم أشكو اللغة ستخليس التسيء لمعنى الشرع إذا المعنى توحيد الشرع يقال إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هل المعنى توحيد الشرع يقال أتسند تعتقد إذا ربي تبارك وتعالى إقا واحدود غل الربوبيانس إقا واحدود غل الألوهيانس إقا واحدود غل الأسماء والصفات هانو ديس شرك التايان لمسائل الربوبية الألوهية الأسماء والصفات إذا لابد بناد ما ينيها ربي تبارك وتعالى واحدود التعبد غل كونات تنت استحقا العبادة واحدود سبحانه وتعالى وكان غيكاد غل السنة أقسام التوحيد لسنة سمينه لابد تنسن الجنس الأقسام التوحيد اللي غير يبين كل المعنى لا إله إلا الله الأقسام التوحيد كان كراد ولا جنس زوان توحيد الربوبية ما يكن توحيد الربوبية أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يتخلق إذا ربي تبارك وتعالى إيقال المالك الدونيتاد الملك الآخرت أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يتدبر الشؤون إن اسم جانس أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يترزق أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يتحيون أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يتمثات أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يتمرض أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يتشافان أتسنت إذا ربي تبارك وتعالى يسكن جميع الأفعال التشكيلية بندم هل كما دي شكال غوف لا يعني كما دي كان في لا أتي دا ربا ديكا إشكاد نزار دا ربا ديكا إشكاد الحماة دا ربا ديكا إشكاد صمي دا ربا ديكا هل كل المسائلات إشكاد المرض دا ربا تقدر إشكاد الشفاء دا ربا ديشكا إشكاد الرزق دا ربا ديشكا إشكاد العلم دا ربا ديشكا كون ما دي شكال غوف لا أتي دا ربا ديشكا إذن وادي كان توحيد من ربوبية والسين قد توحيد الألوهية ما قد توحيد الألوهية توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هل نفعل العبادة الإنسكار يخصنات نور نسكر بها ربي تبارك وتعالى يغزل حذر خير ربي يغزل شدخ أدر شدخ خير ربي يغركع أدركع خير ربي يغزل أزمح أدزمح ربي يغرد دعوح أدوح ربي يغرد توكلح أدتوكلح في ربي يغرد استعدح استعنح أستعنص ربي تبارك وتعالى يغرح كالمعاونة استرخد ربي تبارك وتعالى يعني كل المسائل اللي كان تشكان دار اسمك دار اسمك أدغلين سفلا أدقين لي الله تبارك وتعالى أتنتو تفتكر المخلوق يضني أدرت في العبادة كي كان مخلوق يدني ولا تكسط بربي تبارك وتعالى إذا ضربت المعاونة ضربت ربي تبارك وتعالى كل المسائل قالت ربي تبارك وتعالى قالت ربي تبارك وتعالى وسكوز الأقسام التوحيد قالت توحيد الأسماء والصفات متقان هو إفراد الله بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عنه من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل هان كما سيسمى ربي تبارك وتعالى كما سيسمى ربي تبارك وتعالى جيونس القرآن ولا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هان يخسى التكية التتسكرت النت يعني التبتي ربي تبارك وتعالى ما يتبتو جيونس العاصمة والصفة تنفيذ تحييد أي اللي يحيد ربي ذا اللي نفى تبارك وتعالى من أسماء والصفات بلا تحرفت
الاسماء والصفات ولا تنطلت ولا تنيت كانت غير الاسماء ربي ولا الصفات كانت غير الغيكا ولا سكرت التمثيل او سكرت التمثيل الصفات ربي تبارك وتعالى. ان ربي له يد يتف يد، ان ربي يتف اذن يتف اذن، ان ربي تبارك وتعالى يتف سمع يقى سامع، ان ربي تبارك وتعالى يقى بصير يقى بصير، ان ربي تبارك وتعالى يقى عليم يقى عليم، ان ربي تبارك وتعالى يستوى فوق العرش يستوى فوق العرش. ولكن درت سكرت التشبيه، درت سكرت التمثيل، درت سكرت التمثيل ولا تكيف ولا تعطيل.